الحسنى وإلى هدرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دوام سبحانك اللهم وبحمدك، يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلاة سنة بعدية العشاء. Selepas ini pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Rapiin itu. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى أرواح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل من أصحابه وأهل البيت الطاهرين الطيبين، ثم إلى أرواح سيدنا خارجة الكبرى عائشة الرضا وحبابها فاطمة الزهراء إمام من سيدنا حسن وحسين والدنا العابدين محمد الباقر وجعفر الصادق مصر القديم آل عريدي محمد النجف وعيسى النجف وسيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى الفي مقدم محمد بن علي باله وجميع سادتنا آل باله والفقي مقدم ثاني حبيب عبد الرحمن صغر محمد مولى غيره فخر الوجوه شيخ ابو بكر بن سالم ال بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاهر وشيع علي بارك والبلد الشيخ القصر البلد بالحبيب عبد الله بن علي الحداث والحبيب احمد بن زين الحبسي علي بن محمد بن حسين الحبسي صاحب المولد وجميع الاولياء والشهداء الصالحين خصوصا لار الحبيب حسن بن صالح البهر والبلد الشيخ القصر البلد الحبيب عبد الله بن الحداث الحبيب احمد بن حسن العطاء حبيب علي بن حسن العطاء حبيب بكر بن عبد العطاء حبيب صالح بن عبد الله عطاء وصولهم وفرهم وإلى أرواح الحبيب علي بن حسن العطاء وجميع المتسبين إليهم وصولهم وفرهم، ثم إلى أرواح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أحمد البدوي شيخ أحمد رفاعي ومحمد بن محمد القدري وإمام شافعي إمام حنبلي إمام حنفي إمام مالكي، ثم إلى أرواح سيدنا وبركات لنا الإمام العربي لا محمد بن محمد بن الغزالي وجميع متسبين إليهم وسولهم وفرهم وأولياء إصامة مولانا قنون جاتي شربون مولانا عمبيل مولانا قري مولانا مريا مولانا ملك براهيم مولانا كليجاق وأولياء إصامة وسولهم وفرهم ما إلى أرواح
سيدنا وحبيبنا وبركاته لنا الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس سيدي وحبيب بركاته الحبيب عبد الله بن محسن عطاس بن حسين والزين والحسين وأبو بكر شريف أحب النور بن حبيب الله عطاس بن علي بن محمد بن ظاهر حداد وإلى أرواح الحبيب الإمام القطب وأولي رحمة الله الحبيب محمد بن إدروس الحبزي والحبيب عثمان بن عبد الله بن أقل بن أحياء الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبزي الحبيب سالم بن أحمد جندي أبي علي بن سلام طاهر بن أحمد بن حداد أبي سالم بن ظاهر حداد عبد الله بن جعفر حداد وجميع الأولياء من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وخصوصا الحبيب حسين بن محمد بن حداد علي بن محمد بن حداد والحبيب عبد القادر بن قطب بن الصقاف علي بن علي الحبزي والحبيب أبو بكر بن محمد الصقر والحبيب محمد بن أحمد المحضار والحبيب إدريس بن سالم الجفري والحبيب عبد الله بن علي الصقر والحبيب علي بن صقر الصقر الحبيب شيخ بن صقر الصقر الحبيب حسين بن صقر الصقر جميع المنتسبين إليهم ورسولهم وفرهم ثم إلى أرواح الإمام العرب بالله الحبيب إدريس بن سالم الجفري الحبيب الإمام الحبر القدر حبيب عبد القادر بن أحمد فقي مربي الرحيل الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد فقي وجدي حسن بن محسن بن عبد الله بن حسين عطاس وجدي عمر بن جعفر صدقه ولد جعفر بن عمر بن جعفر صدقه شريفة مريم بن محمد بن عمر الأرواح أما إلى أرواح الحبيب حسن بن محسن بن عبد الله بن حسين عطاس وجدي عمر بن جعفر صدقه ولد جعفر عمر بن جعفر صدقه شريفة مريم بن محمد بن عبد الله بن سالم أحمد سيدي جميلة بن عبد الله أنصاري والدينا والديكم أموات هذه بلدة من المؤمنين المؤمنات المسلمين والمسلمات اللهم بحق المولد نيادين حاجاتي masing-masing اللهم بحق المولد تقبل حاجاتنا ونياتنا وياسر عمر دنيوية وأخروية وأن الله يغفر ذنوب ويستر عيوب ويصلح صدور ويكسر سيئات ويرفع درجات وينبر قلوبنا مع الحداثك والعفف الموت للإسلام والإيمان بحق سيدي ولدي عدنان وعلى من وسلفنا صالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بجاء فاتحة برق بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan orang tua kita biar diberikan sehat wal afiat, panjang umur, diluaskan rezekinya, jauhkan bala, jauhkan penyakit, dan yang telah meninggal dunia diberikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, berkahnya sahibul maulid. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Niat yang mana kita punya di hati kita masing-masing minta kepada Allah niatnya hajatnya kembali di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, mana yang lupa, yang sudah diminta, yang belum diminta, yang akan diminta, minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berkahnya sahibul maulid, apa hajat-hajat kita yang di dalam hati kita. Ya sahibul maulid al-habib Ali bin Muhammad sallallahu يسر كل أمر الدنيا وأحرابيه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. السلام عليك زينا السلام عليك السلام
السلام على المشافع بالقيامة السلام عليك السلام عليك زين يا ربي صل على محمد أشرق بدر في الكون أشرق مصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق بالسخاء والوفاء تهلك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق يا ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم على محمد وصل وسهل ما قد أواك يا الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وابدا من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه على مجد وعظم شانه خلق خلق الهجمة صلى الله عليه واتوى عليك علمه وبسط له من فيض المنة ما جرت به في أقدارك القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مصرف خلقه وأجل عبده الرحمة صلى الله عليه فحققت إرادته وعزليت بخلقه هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه بعوالم الشهادة والقيوب صلى الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز الذكرين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل التكرار بكثرة ترداد فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل التكرار بكثرة ترداد حيث من أفرز حيث أبرز من علم الإمكان سورة هذا يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصلى به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الهبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أملنا من نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترك في الحزن على مقام وتنا في مجده وتعالى لاحظته العيون في مزدلته بشرا كاملا يزيغه طلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤون وكمالا صلى الله عليه وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما مال الوجود ألقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته لذكر الحكيم ببشارة عزيز عليه ما عنتم
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن وجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله بالمختار خير البريه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتشديك الشواهد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين السراج وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في هلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها الروح مصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي رتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف أسلي بوده وحبه ما عطر الأخوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الرهيم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا الكرتاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في الشفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحاني بروحي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي سعدت يا سيد Sada
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي، أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا، ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة، السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه على يا الله يا الله
Yeah.
أساتذتنا المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاد في دور إطراقه هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوكة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفاسه العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركاته وسعادته هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة في تلف رائب ملاقة أشراف البريات وبروزه من علام الخفاء إلى علم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم
bersabda baginda kita, Nabi kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Apa obat yang enggak ada obatnya? Apa illa syam, kecuali kematian. Kematian enggak ada obatnya, kecuali orang-orang yang diizinin sama Allah Subhanahu wa taala bisa ngidupin orang mati seperti Nabi Allah Isa dan para aulia-aulia Allah yang Allah izinkan. Tidak ada obatnya kematian itu, karena kematian itu jelas kullu nafsin zaiqatul. Jadi orang mati itu bukan karena penyakit, itu sebab doang. Sebab ada orang sebab matinya karena tabrakan, sebab matinya karena kesetrum, sebab matinya karena ketenggelam, sebab doang. Tapi memang sudah waktunya. Likulli gadarin ajal wa likulli ajalin kitab. Semuanya udah ditulis di dalam takdirnya Allah, di dalam kitab. Dari mulai kita umur 4 bulan ditiup ruh kita, ditiup rizki kita, begitu pula ditiup kematian kita kapan. Jadi gak bakalan tuh gara-gara penyakit nih kayak sekarang lagi tenar, hah, jadi ekon sedunia COVID-19, ngaji berantakan semuanya, semuanya kalang kabut, sampai berapa kali gak sembahyang Jumat itu, gara-gara apa? Gara-gara penyakit. Padahal yang bikin mati bukan penyakit, yang bikin mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabathum musibah galu inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita ditimpa musibah, ucapin semua datangnya dari Allah, balik kepada Allah. Orang yang beriman pasti diuji. Diuji kekurangan makanan, diuji kekurangan ekonomi, diuji badannya kadang sehat, kadang sakit, bahkan sampai kepada kematian. Itu orang beriman. Kalau orang yang beriman, dia tidak akan pernah takut dengan ujian, karena dia tahu yang kasih ujian adalah Allah Subhanahu. Maka dia hanya ucapkan, wa idza asabathum musibah galu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja. Jadi jangan pernah menyandarkan kematian itu karena sesuatu. Jangan menyandarkan kematian itu karena sesuatu. Sesuatu itu adalah sebab. Sakit sebab. Ya, orang matinya tenggelam. Tenggelam sebabnya memang udah ajalnya sampai. Ada orang yang udah kasarnya bertahun-tahun masuk rumah sakit, masuk lagi rumah sakit, wah. Allah kasih panjang umurnya dia masih. Ada orang yang baru lahir. Baru lahir. Ajalnya cuma sampai situ. Maka Allah ambil. Enggak sempat dia ngerasain umur setahun, dua tahun. Dua hari aja enggak bisa. Bahkan masih di perut. Masih di perut. Udah keguguran di dalam perut. Kayak Ustadz Muhyiddin punya istri kembar, umur 4 bulan tuh bayi gak sampai lahir ke dunia udah diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu Ustadz Muhyiddin? Umur sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan masih sehat, masuk lima bulan Allah ambil. Itu umur. Jadi umur tidak ada yang tahu.
Jadi jangan sebab musabab kita jadi suujon sama saudara kita enggak mau selaman. Selamannya begini aja tos. Ada lagi selamat, ada yang aneh-aneh pakai sikut begini. Jadi manusia model-model sekarang. Kan Beb disuruh hati-hati, iya suruh hati-hati. Kita ikutin pemerintah suruh pakai ceret-ceret tuh. Apa itu ceret-ceret? Tangan gua hampir tipis. Pakai ituan. Enggak. Tiap hari pakai itu selama orang. Apalagi pakai itu tuh yang pakai nah, akhirnya laki-laki pakai cadar nih sekarang. Itu sih cadar dikatain mulu. Akhirnya ikut-ikutan. Yang lagi yang punya yang pakai cadar Beb parhan dia girang. Walhamdulillah. Pede tambah pede. Gitu. Nah, ini semua tidak lain tidak bukan hadirin adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada Allah nyusahin hambanya. Ma khalaqta hadzal batil. Allah enggak pernah nyusahin sesuatu itu yang sia-sia. Hatta penyakit aja Allah siapin itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Pada kangen sama sholat Jumat. Pada kangen sama majelis. Coba gimana kemarin? Udah gudagan sama Satpol PP. Nah itu. Yang tadinya tuh Satpol PP kagak ada kerjaannya. Sekarang galak banget. Galakan dia. Dia sama TNI galakan dia. Itu. Lagi kerjaannya dia biarin aja. Hati muka setengah ini muka setengah enak gak enak deh. Tapi karena tugas dia tetap jalanin. Nah ini semuanya apa hadirin? Ini adalah dari Allah ada hikmahnya pasti. Akhirnya hikmahnya lagi apa? Yang punya istri. Girang banget. Alhamdulillah suami saya di rumah mulu. Bersyukur dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal anak muda yang biasanya ngayang jam 2, jam 3 lockdown. Siang di rumah, malam di rumah, sore di rumah. Mukanya sama kandang ayam sama. Saking apa? Sumpek-sumpeknya udah. Makanya ada namanya kesempatan baik dia enggak hindarin. Pasti dia datang. Ini hikmahnya orang jadi cinta sama Allah. Jadi cinta kumpul. Makanya jangan sia-siain kebaikan. La turajji' fi'li salihat ila gadan. Jangan sampai pekerjaan kebaikan itu sampai esok hari, jangan. Ente enggak tahu datangnya kematian itu kapan. Kematian itu datangnya kapan ente enggak tahu. Bisa ente sekarang bisa lihat Habib Abdullah bin Ja'far. Antum bisa lihat Ustaz Muhyiddin. Antum bisa lihat Al-Faqir. Ini hari. Besok apakah Al-Faqir duluan yang berangkat kepada Allah? Apa antum duluan? Enggak ada yang tahu. Karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Tanpa kamu tidak akan kuciptakan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada planet, tidak ada langit, apalagi bumi yang di perut langit, apalagi isinya yang di dalam. Semua itu aku ciptakan karena engkau wahai kekasihku Maulana Muhammad. Oleh karena itu, obat virus nih COVID-19, Corona, gak laku itu mobil. Penyakit ini tidak akan seorang kena kepada dirinya bila dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saya yang tanggung jawab. Kalau orang sering baca salawat, dia kena Corona, saya yang tanggung jawab. Tidak akan orang yang salawat kepada Nabi betul ikhlas dia kepada Rasulullah semata-mata bukan karena tujuan hajat niat lain melainkan karena cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia tidak akan kena itu penyakit. Karena semua sesuatu diciptakan dari cahaya Nabi besar Maulana Muhammad.
Disentuh durar tadi dibaca kan? Akhbirni an awli syai'in halakallah qabla al-asya qala ya Jabir inna allaha halaka qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Kabarkan kepadaku wahai Habibana Muhammad sesuatu sebelum diciptakannya sesuatu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan sesuatu, Allah menciptakan pertama kali adalah cahayaku dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahayanya Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, saya minta kepada antum rajin-rajinlah bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Kalian mau makan, salawat kepada Rasulullah. Kalian mau kerja, salawat kepada Rasulullah. Kalian mau tidur, salawat kepada Rasulullah. Apapun pekerjaan yang baik-baik, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak akan rugi orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tuba, summa tuba, summa tuba, man ra'ani fagad amanabi. Nanti di akhirat, Orang yang paling beruntung dia beriman kepada Nabi Muhammad dan dia bisa lihat Nabi besar Maulana Muhammad. Kunci syaratnya di akhirat bisa ketemu Rasulullah adalah bersalawat. Makanya malam hari ini saya salat berjamaah ajak antum salat isya. Hanya pengen antum ini dikasih obat. Apa obatnya? Salawat kepada Nabi Muhammad. Ini kampung, ana doain. Ini kampung dari ujung ke ujung semuanya dapat obat berkahnya Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya ini kampung. Negeri Indonesia ini dikasih obat berkahnya Nabi Muhammad. Nah kalau gak ada orang yang salawat, bagaimana Allah turunin obat? Bagaimana Allah turunin para malaikat-malaikat Allah yang bawa obat? Semua sebab turunnya malaikat bawa obat karena negeri tersebut, kampung tersebut, kota tersebut, warga tersebut, rakyat tersebut lisannya basah kepada Nabi besar Maulana Muhammad bersalawat kepada Rasulullah. Siapa yang ajar ini? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi sahibul maulid. Habib Ali dari umur kecil, umur seperti anak saya itu tadi, kecil beliau sudah bermimpi Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu beliau ajarkan kepada kita, jangan pernah putus hubungan kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Ya Habibana Ali, ana ali shalla 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 ya imam ibadillima shalla shalla.
والمرم يا حبيبنا عايشين لك شاين لك شاين لك يا إمام بني الإمام شاين لك Yeah.
يمنى محمد يا خير والي شيل الله شيل الله يا حبيبنا علي يا حامل رسالة يا خير والي شيل الله شيل الله يا حبيبنا علي يا نور النبي يا خير والي شيل الله شيل الله يا حبيبنا علي يا شاقي الصدور يا خير والي شيل الله شيل الله يا حبيبنا علي يا قدب الدرام يا خير يا من سال دمع للنبي شيل الله شيل الله يا حبيبنا علي يا من فصيح لسان للنبي شيل الله شيل الله يا حبيبنا علي اشفع لنا يا حبيبي خير والي شيل الله شيل الله يا حبيبنا علي اشفع لنا يا حبيبي يا خير والي شيل الله شيل الله يا حبيبنا علي اشفع لنا يا حبيبي يا خير والي Ayo baca 7 kali. Ya صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فهنا كربا ونوضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض نعما فيهن بترهيب وامطر الجود الله على أهل الوجود التسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله والقرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل النور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تهنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من نهر العين من قسم الله من الشراب بالقسمات الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور ينعمون وبرز الحامد المحمود مذئنا لله بتعظيم والسجود يا مجو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
أشرق لك ونورتك جاء بوجود المصطفى أحمد علي أهل الأرض أنس وسرور مرحبا مرحبا يا
مرحبًا مرحبًا جد الحسين مرحبًا مرحبًا وصلى الله إذا بشى أشرف Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habzi. Sebelum berdoa, pengumuman untuk antum sekalian, masjid ini setiap harinya ada salat berjamaah dan salat Jum'ah. Insyaallah minggu besok akan dipimpin khutbah dan salat Jum'ah oleh guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggaf. Dan kita rawat majlis ini dengan masjid ini dengan baik agar Allah Ta'ala berikan kepada kita cahaya daripada cahayanya orang-orang yang beribadah. Yang kedua, pengumuman besok malam Senin seperti biasa pengajian Hadroh Basaudan di Jalan Sekretariat Ciganjur, Jakarta Selatan di Istana Segaf. Dan malam Rebo Burdah seperti biasa sholat maghrib berjamaah di Ciganjur, Jakarta Selatan. Untuk malam Minggu kita akan tetap di sini baca maulid tapi sholat isya berjamaah. Di sholat isya berjamaah seperti tadi kita langsung baca maulid Nabi kita Maulana Muhammad. Saya ditegur sama sahibul maulid, kenapa tidak baca maulid? Baca maulid, takut dipenjara ente. Oh enggak Habib. Makanya saya bilang pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya sebelum PSBB muter, karena ini rumah Allah, kita niat sekalian sholat berjamaah dan baca salawat kepada Nabi Besar Maulana Muhammad. Juga sekalian niat iktikaf dan kita berdoa berkahnya Habib Ali, mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu mari kita aminkan doanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habzi oleh akhina al-Habib Abdullah bin Ja'far as-Sagab. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan jazilan, hamdan wafin ya ma yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nu'ti thanan 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsi wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wa lamma nadhama al-fikr min dalali awsafi Muhammad yati ukuda. توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي منشورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الحسنة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تتحرك فتغشى منه بيوضات غامرة. نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي أحمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستعدة أمانتك وحفظ سرك وأميرة دعوتك الشاملة الأمي الأكبر المحبوب لك والمعصر في الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وسقي قوسي شركا لأهل ودادك سيد الكونين واصرف الثقلين الحمد المحبوب الخالص المحسوس من جميع أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأقربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان ترفضنا في جميع اطرافنا وان تقلبنا في جميع رعايتك وعصيني وان تبلغنا من شرف القرب اليك والى هذا الحبيب غايه املنا وتقبل منا ما تركنا في منياتنا واعمالنا فجمعنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراك اتباعي من الصالحين وليهديك من المعدين وليهديك من الحافظين اللهم إنا لنا أدمان برحمتك الخاصة فلا تغرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيمنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسبحين أن تقابل المذنب منا أن تقابل المذنب منا والمسيئة والسائلة والمعملة ما تجمع من نصر هذا الحبيب وواله وعن بركة وشر وجهد أولادنا وأهل قدرنا جامع المسلمين والمؤمنين في أهد مرادة الدين القائم في جميع الأقطاع المنشورة ومالما الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبتك وانشر رحمتك لعباد المؤمنين اجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والاقدار وايدهم بتعييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في رزق نصير من جميع البلايا وفي رزق المكين من الذنوب وأعدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب والأهل والصحاب ومن لا ينصب وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيرة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليهم kita baca salawat obat 3 kali baca talqin zikir selesailah majlis kita pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua dikumpulkan lagi dan bisa berjumpa lagi dan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng bacanya Ustaz Jamal Allahumma baca semuanya suaranya keluarin yang kencang suaranya angkat tangannya sekali lagi Allahumma
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله يا 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 الله من الآمنين ربنا تقبل دعاء تقبل إنك سميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوة سبحانك اللهم تحياتك السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.